السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله هاني تهت كلها كام يوم او يوم ونص ويبقى خلصنا الحمد لله. ودلوقتي هنتكلم عن اخر جزء في الدايوريتك. انا معانا 3 عائلات يعني ملهمش يعتبر اي لازمه، اسمهم كاربونيك انهيدريز انهيبيتور، وعيله الاسموتيك دايوريتك، وعيله مين تاني، وعيله الامونيوم كلورايد. هنتكلم دلوقتي عن الكربونيك انهيدريز انهيبيتور. انت عارف ان الكربونيك انهيدريز انهيبيتور، الكربونيك انهيدريز ده عباره عن انزيم كان بيسهل لي الباي كاربري ابزوربشن. تمام. وايه تاني؟ وطبعا الباي كارب هيخش بصوديوم وبيعمل لي صوديوم وبيسهل الهيدروجين سيكريشن. طب انا لما اعمل انهيبيشن للانزيم ده يبقى الخطوه دي طبعا هتتعكس. ازاي اهو تتعكس؟ يعني الصوديوم والبايكارب يحصل لهم ايه؟ يحصل لهم سكريشن، اما الهيدروجين يحصل له ريابزوربشن. تمام كده؟ تمام. طبعا الصوديوم هو نازل يسحب معاه ميه، ويبقى انا كده اشتغلت شغله الايه؟ الدايريتك. عشان كده هو قسم حط الكربونيك انهيدريز تبع عيله الدايريتك، هم اصلا كلهم دايريتك. وبعدين يا سيدي انت دلوقتي لاحظت ايه؟ لاحظت ان انا الهيدروجين زاد عندي في الدم، فعمل لي ميتابوليك اسيدوزس. طب وايه تاني؟ الصوديوم والبيكارب لما نزلوا في اليورين، بيكارب ينزل في اليورين فعمل لي الكالينايزيشن اوف اليورين. احنا دلوقتي بنربط الدنيا مع بعض اهو، HCO3 نزل في اليورين عمل لي الكالينايزيشن في اليورين، هستفاد بيها؟ اه هستفاد بيها. الهيدروجين لما طلع عمل لي اسيدوزس، ممكن لو انا عندي الكلوز ولا حاجه كان يتعادل معاه. تمام. يبقى تبقى عارف ان الكربونيك انهيدريز انهيبيتور بيحصل معاه ايه؟ بيحصل معاه اسيدوزس. تمام. واسيدوزس في الدم والكالينيزيشن وفي اليورين. تمام. بيقول لك بقى ان الدواء ده بيلاشي نفسه بنفسه. يعني ايه بيلاشي نفسه بنفسه؟ ازاي؟ الكليه تعتبر واحده من البافرنج سيستم، صح؟ عن طريق اول ما تلاقي الدم دخل في اسيدوزس بتعمل ايه؟ اولا هتخرج لك الهيدروجين الزياده ده. تعال نمسح الكلام بس اهو، الهيدروجين الزياده اللي كان عندك. احنا دلوقتي احنا في الدم، هذا هيدروجين زياده اهو، هتخلصك من الهيدروجين الزياده ده في صوره NH4. تمام. والامونيوم اللي يخرج ده يدخل مكانه صوديوم. ايه ده؟ هو مش اشتغل كدايوريتك علشان نزلت صوديوم؟ ده الصوديوم دخل تاني اهو، يبقى كده الدايوريتك اتلغى، الاكشن بتاع الدايوريتك اتلغى. اه فعشان كده بيقول لك ان الدواء ده يعتبر سيلف ليميتنج دراج. يعني ايه؟ بيلاشي نفسه بنفسه. ان شاء الله تكون وصلت يعني. فتعالى بقى للاستخدامين صراحه اللي احنا بنستخدمه عشانهم، يعني اللي هو ايه؟ في البرين وفي الاي. في البرين بيعمل ايه؟ بيقول لك ان الدواء ده في البرين بيقلل تصنيع السي اس اف. سي اس اف اللي هو سيريبرو سباينال فلويد، ده السائل اللي موجود حوالين المخ. فانا لما اقلل تصنيع السائل اللي حوالين المخ، يبقى انا كده بعمل ايه؟ بعالج الشخص ده من الهيدروكيفالس. يعني واحد عنده ميه زياده على المخ، عنده ايه؟ عنده ميه زياده على المخ. تمام. فطفل مثلا اتولد بعيب خلقي، فالسائل اللي حوالين المخ بيتكون بصوره اكتر، عامل لي طبعا تضخم في المخ والكلام ده، فاللهم عافينا يعني. فبستخدمه في علاج الهيدروكيفالس. طب معلومه كده لينا، ان ازاي بيقلل تصنيع السي اس اف في البرين؟ بيقول لك ان في حاجه اسمها سيلاري بادي المسؤوله، مش السيلاري بادي، المهم في بادي في المخ او في حاجه في المخ بتحتاج الكربونيك انهيدريز علشان تصنع السي اس اف. فانا لما اعمل انهيبيشن للكربونيك انهيدريز، يبقى انا كده بقلل تصنيع فعلا السي اس اف، وبحمي الشخص ده من الهيدروكيفالس. تمام. تاني استخدام في الاي، في العين، عن طريق ان هو بيقلل تصنيع الاكواس هيومر. الاكواس هيومر ده اللي هو السائل اللي موجود في المخ، الدموع، بيقلل تصنيع الدموع. فانا لما اقلل تصنيع الدموع، يبقى انا كده هقلل الضغط اللي جوه العين اللي هو اسمه انترا اوكولار بريشر. يبقى انا بعالج الشخص ده من ايه؟ من جلوكوما. برضه بيقول لك ازاي هو بيقلل تصنيع الاكواس هيومر. في حاجه في المخ اسمها سيلياري بادي، دي المسؤوله عن تصنيع الاكواس هيومر، وبتحتاج الكربونيك انهيدريز. فانا لما اعمل انهيبيشن للكربونيك انهيدريز، يبقى انا كده بقلل تصنيع الاكواس هيومر، وبالتالي بعالج الجلوكوما. اخرج ايه من السلايد دي؟ اهم حاجه ابقى عارف ان هو ان الكربونيك انهيدريز انهيبيتور، سوري بعتذر ان انا ما قلتش اسم الدواء وده اهم طبعا، اسمه اسيتازولاميد. اسمه ايه؟
أسيتا زولاميد. اسمه ايه؟ أسيتا زولاميد. لازم تبقى عارف الاسم ده، مهم جدا. يبقى أسيتا زولاميد ده بيشتغل ككربونيك انهيدريز انهيبيتور، وتبقى الحمد لله الميكانيزم سهل، يعني الميكانيزم ده سهل. اهم حاجه تبقى عارف الحته بتاعه البرين، بيقلل تصنيع السي اس اف وبالتالي بيعالج بيه الهيدروكيفالوس. طب في الاي بيقلل تصنيع الاكواس هيومر وبالتالي بيعالج بيه جلوكوما. تمام، اول سلايد سهل اهي الحمد لله. يعني نخش على تاني سلايد، الاستخدام. احنا يعتبر قلنا الاستخدام على فكره واحنا بنتكلم اهو، تعالى مش هنقول حاجه جديده. اولا بيستخدم كدايريتك، وعلى فكره ويك 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 دايريتك، وقلنا ازاي، عن طريق اصلا ان هو بيلغي الاكشن بتاعه، فما ينفعش يستخدم لوحده. They have slow and weak effect not used as a diuretic. ما تستخدمش اصلا الدايريتك لوحدها، لازم تستخدم ككومباينيشن مع حاجه. قلنا الاستخدام في العين عشان اعالج جلوكوما، قلنا الاستخدام في العين علشان اعالج الهيدروكيفالوس. برضه بيشتغل كانتي، بص في استخدام تاني اسمه انتي ابيليبتيك، بعالج بيه الصرع. ليه؟ انا قلت لك الدواء ده بيعمل اسيدوز ولا الكالوزيس. ها يلا، هو دلوقتي بيعمل ايه؟ بيزود الري ابزوربشن بتاع الهيدروجين، يبقى بيعمل لي اسيدوزس. بيقول لك ان الاسيدوزس الميتابوليك اسيدوز اللي بتحصل دهيت ليها دور في علاج الانتي علاج الصرع. انتي ابليبتيك طبعا ده دواء ضعيف جدا من الادويه اللي بتستخدم في علاج الصرع، ان شاء الله يعني هنتنفخ في السي ان اس، فهنعوض الادويه طبعا كلها. فبيقول لك ان ليه استخدام في علاج الصرع، اسيتوزولامايد بيستخدم كانتي ابليبتيك بسبب الميتابوليك اسيدوزس اللي بيعملها. ايه تاني؟ بيقلل البي اتش حماده. لا لا، هو احنا لسه قايلين ان هو بيقلل البي اتش عن طريق ان هو بيعمل لي اسيدوزس، وبالتالي بيستخدمه في علاج الالكالوزس. نرجع مع بعض بسرعه، الاسيتازولامايد او الكربونيك انهيدريز انهبيتور بيستخدم في علاج الجلوكوما، بيستخدم في علاج الهيدروكيفالوس، بيستخدم كانتي ابيليبتيك. بس السايد افكت، الدواء ده بيعمل لي برضه هايبوكاليميا، مش بيسحب صوديوم، بينزل صوديوم، بيسحب الصوديوم بيسحب وراه البوتاسيوم كمان، بيسحب وراه البوتاسيوم كمان. على فكره كل العائلات، كل الدايرتك بتعمل هايبوكاليميا، كل الدايرتك بتعمل هايبوكاليميا ما عدا البوتاسيوم سبيرنج دايرتك، سواء الدوستيرون انتاجونست او نون الدوستيرون. تمام، قلنا بيعمل حاجه اسمها هايبر كولوريميك اسيدوز. ايه يعني ايه بقى هايبر كولوريميك اسيدوز؟ بص بقى، انا الحته دي اعتقد ما قلتهاش. بص احنا هو عمل ايه؟ عمل لك نزل لك صوديوم، صح، عمل لك نزل لك صوديوم وعمل لك ري ابزوربشن للهيدروجين. بيقول لك ان الهيدروجين ده عباره عن شحنه، ايه شحنه موجبه، شحنه موجبه علشان وطبعا ده ايه، ده ان ايه ونزل معاه. اوبس، ايه اللي بيحصل ده؟ سوري يا شباب عشان الموبايل شكله بيهزر. الصوديوم نزل اهوت، قلنا الصوديوم نزل ومعاه مين؟ ومعاه البايكارب، فشحنه سالبه معاه شحنه موجبه، صح. طب الهيدروجين اللي هو عباره عن شحنه ايه؟ موجبه، هيعدي لوحده كده؟ ما ينفعش، لازم حاجه تعادله، حاجه تعدي معاه. فبيقول لك ان الكلورايد كشحنه سالبه بيعدي برضه معاه. يبقى انا كده عملت ري ابسوربشن للهيدروجين فعمل لي اسيدوزس، عملت ري ابسوربشن للكلورايد فعمل لي هايبر كولوريميا. فنجمعهم مع بعض في كلمه هايبر كولوريميك اسيدوزس، هايبر كولوريميك اسيدوز. يبقى كلمه هايبر كولوريميك اسيدوز بتحصل مع الكربونيك انهيدريز انهبيتور اللي هو اسيتازولامايد. تسيبك بقى من سيلف ليميتنج دي اند ويك، احنا قلناها اصلا في الاول. الكالينيزيشن اوف اليورين برضو قلناها ازاي، لما الباي كربونيت يا شباب نزل في اليورين عمل لي ايه؟ طبعا عمل لي الكالينيزيشن اوف اليورين. هتقول لي ده سايد افكت، ده حاجه كويسه. اولا هو سايد افكت لما يكون مفيش مشكله، مفيش مثلا دواء عاوز تتخلص من التوكسيستي بتاعته ولا حاجه. لا يعني مثلا دواء زي الاسبرين، واحده حاولت تنتحر مثلا، ربنا يعني ايه ياخدها يعني، وحاولت تنتحر، فراحت بلعت 30 قرص اسبرين مع بعض كده. طبعا الاسبرين احنا عارفين ان هو عباره عن اسيدك درج، فانا علشان اسهل عمليه ان انا اخرجه الاكسكريشن بتاعه، يعني طبعا بعمل لها غسيل المعده والكلام ده. طب في نسبه كبيره حصل لها ري ابزوربشن ووصلت للكليه كمان، فدخلني بقى في ايه، في نيفروتوكسيستي وليفر توكسيستي والكلام ده كله. فانا اعمل ايه بقى؟ بيقول لك ان انا بعمل الكالينيزيشن لليورين، مش هو اسيدك درج، اعمل له اعمل لليورين الكالينيزيشن. تمام، طب لو كان مثلا بيزك درج، لا خلي اليورين اسيدك، المهم تعكس الميديا وخلاص. تمام، فهمت قصدي ايه؟ انما لو كان مفيش مثلا، مفيش ولا الست دي انتحرت ولا حاجه، فالالكالينيزيشن اللي بتحصل دي مضره، لان الالكالينيزيشن احنا عارفين بتكون لي حصوات زي الكالسيوم فوسفيت، الفوسفاتوريا والكلام ده كله بيعمل لي حصوات. تمام، من السايد افكت اللي بتعملها بتأثر لي على المخ، فبتعمل لي باراسيزيا. برضه لما بتضغط على المخ، لما بتضغط على المخ بتعمل لي دراوزنس اند باراسيزيا. باراسيزيا يعني ايه؟
لما تقعد كده وتلاقي رجلك منملة، دي اسمها باراسيزيا. تمام. كمان برضو بيقول لك ان هي، بص يا شباب، اي دواء دايوريتك بيحصل منه اليرجي بسبب احتوائه على مجموعة الصلفة، ما عدا دواء واحد بس قلناه في اللوب دايوريتك كان اسمه ايساكرينيك اسيد ليس اليرجيك او نون اليرجيك، لان ما بيحتويش على الصلفة، انما اي دواء تاني بيحصل منه اليرجي بسبب الصلفة جروب اللي موجودة فيه. اخرج من السلايد دي ابقى عارف ان بيحصل الكالينيزيشن واحنا قلناها، بيحصل هايبر كولوريميك اسيدوزس واحنا قلناها الحمد لله برضو، بس خلاص كده. طب احنا كده الحمد لله خلصنا عيله الكربونيك انهيدريز انهيبيتور، واتكلمنا فيها عن ان الدواء كان اسمه اسيتازولاميد، كانت عيله ويك، عيله ملهاش اي 30 لازمه، بس كان لها لازمه في العين في علاج الجلوكوما، والمخ كان في علاج الهيدروكيفالوس. طبعا بتعمل لي ايه في الدم؟ كانت بتعمل لي في الدم اسيدوزس، وبالتالي بستخدمها في علاج الالكالوزس. ايه تاني؟ كانت بتعمل لي في الكالينيزيشن اوف اليورين، ودي لو الشخص نورمال ما فيش مثلا ما حصلوش تسمم من اي درجه ولا حاجه زي الاسبرين، فدي طبعا مشكله، انما لو الشخص مثلا حصل منه توكسيستي دواء من دواء معين، فطبعا دي كانت كويسه. اتكلمنا عن ايه تاني؟ اتكلمنا برضو بيقولنا بيستخدم في علاج الانتي ابيليبتيك، علاج الصرع، لان بسبب الميتابوليك اسيدوز اللي بيعملها. بس الحمد لله كده لمينا يعني الاكشن كويس. نتكلم عن تاني عيله معانا وهي الاسموتيك دايريتيك. اسموتيك دايريتيك يعني ملهاش علاقه بالايونز، ملهاش علاقه ولا بصوديوم ولا باي حاجه، ده هي عليها علاقه بالميه، بتزود نزول الميه. هتقولي طب بيشتغل فين بالظبط؟ كل اللي فات انت عمال تقول لي واحد بيشتغل في الليد بارت وفي الديستال كونفوليوتد تبيول، التاني بيشتغل في البروكسيمال بارت في الديستال كونفوليوتد تبيول، التاني بيشتغل في اللوب اوف هينل. طب دي بتشتغل فين؟ دي ملهاش مكان محدد تشتغل فيه، دي ملهاش مكان محدد تشتغل فيه. واحنا عمالين اكرر الكلمه اللي هي ملهاش علاقه بالصوديوم، بتروح تزود الميه على طول. زي دواء اسمه مانيتول، انا صراحه ولا جرعه حفظتها، مش عارف بقى ده غلط ولا صح. مانيتول، يوريا، جلوكوز. المانيتول واليوريا والجلوكوز دول ثلاث ادويه بيزود. طبعا اليوريا بتستخدم كدواء عشان تزود نزول اليوريا، خلاص. طب الميكانيزم بتاعهم، الميكانيزم بتاعهم لو فرضنا ان انا عندي خليه اهيت، خليه اهيت وده البلاد اهوت، هما بيعملوا ايه بقى؟ بيسحبوا الدم. بيس انا لما باخدهم طبعا اي في، انا دلوقتي ايه خدتهم اي في اهوت، انا خدت الدواء اهوت، خدت المانيتول اي في مثلا اهو، وهو موجود دلوقتي في الوريد بتاعي. تمام. المانيتول ده بيعمل ايه؟ بيسحب الميه من الخلايا، يعني بيزود الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما، يعني قوه شفط البلازما او قوه سحب البلازما، فيسحب لي الميه اللي موجوده فين؟ في الانسجه، في الخلايا، فيزود لي كميه الايه؟ البلازما، وبالتالي كده ازود كميه الميه اللي بتوصل للكدني، وبالتالي ازود الايه؟ ازود الاكسكريشن، وبالتالي ازود الايه؟ الاكسكريشن. تمام. طب مش من ضمن الخلايا دي يا سيدي، او من ضمن الاماكن اللي بيسحب منها الميه دي تكون السي اس اف، صح؟ مش ممكن السي اس اف يسحب السي اس اف؟ احنا عندنا ايه لو واحد عنده زياده في السي اس اف، زياده في السائل اللي هو اسمه السي اس اف ده، ايه اللي هيحصل؟ هيسحب لك الميه دي، هيسحب حالك، فيقلل ايه بقى كده؟ كويس كده، استخدم في علاج الناس اللي عندها هيدروكيفالس. طب مش ممكن يسحب لك الميه اللي موجوده في العين ويقلل لك الانترا اوكلر بريشر، ويستخدم في الناس اللي عندها جلوكوما؟ صح برضه. تمام. يبقى هو عمل ايه الميكانيزم؟ ان هو زود لي الاوزموتيك بريشر بتاع مين؟ بتاع الدم، وبالتالي زود لي قوه سحب الدم من الخلايا، يعني قوه سحب الميه من الخلايا، زي مثلا السي اس اف سحب لي الميه منه فقلل لي الهيدروكيفالس، من العين فقلل لي الانتراكولار بريشر، فقلل لي فعالج لي الجلوكوما. تمام كده، ده الاستخدام يا سيدي، او ده الميكانيزم بتاعها. طب بتستخدم في علاج ايه؟ احنا لسه قايلين اي اديمه او اي حاجه انت عاوز تشفطها استخدمه فيها، يعني بتستخدم اكيد في علاج السيريبرال اديمه اللي هو الهيدروكيفالس والحاجات دي، استخدم في علاج السيريبرال اديمه، ودي مهمه جدا طبعا. بص يا شباب، اي حاجه اكيوت استخدم فيها الاوزموتيك ده، يعني اكيوت سيريبرال اديما، اكيوت جلوكوما، اكيوت رينال فيلير، يبقى الثلاثه اكيوت، اكيوت اديما، اكيوت سيريبرال، اكيوت سيريبرال اديما، اكيوت جلوكوما، اكيوت رينال فيلير. طب السايد افكت، انت عمال تقول لي بسحب الميه من الخلايا، بسحب الميه من الخلايا، تدخلني في ديهايدريشن، تدخلني في هايبر ناتريميا. انا بص هقولها بسرعه وانا متاكد باذن الله انتوا عارفينها، يعني هايبر ناتريميا ليه؟ لان انا طالما زودت نسبه الدم، او انا زودت نسبه الميه، يبقى تركيز الصوديوم اللي قصدي قللت تركيز الميه، ما انا عمال اعمل لها فلتريشن، فانا كده بقلل تركيز الميه او بقلل كميه الميه اللي موجوده في الدم، وبالتالي
الصوديوم تركيزه هيزيد نسبة وتناسب، ده قل التركيز التاني يزيد. ان شاء الله تكونوا يعني مستوعبينها كويس، ودي مش اول مرة نسمعها يعني. دي هيبقى السايد افكت دي هايدريشن وهايبر ناتريميا، دي هايدريشن وايه هايبر ناتريميا. نراجع معلش بسرعه كده الاوزموتيك دايوريتيك، قلنا زي مين؟ مانيتول ويوريا وجلوكوز. بتشتغل ازاي؟ سهله الحمد لله يعني. بتستخدم في علاج ايه؟ من الميكانيزم عرفنا بتستخدم في ايه، اديما جلوكوما اكيوت رينال فيلير. طب سايد افكت دي هايدريشن وهايبر ناتريميا. اخر عيله معانا برضو عيله تحس انها هبله كده، جايه تضحك يعني، جايه تضحك الناس عليها. بتعمل ايه بقى العيله دي؟ بص، اولا الدواء اللي هنعالج بيه اسمه امونيوم كلورايد. اسمه ايه؟ امونيوم كلورايد. ادي الامونيوم كلورايد اللي انت واخده في اللي انت خلاص يا سيدي خدته. ايه اللي يحصل له؟ يروح للليفر يتكسر ليه ان اتش 3، يتكسر لتلات حاجات، يتكسر لهيدروجين، تعالى معلش 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 معلش، يتكسر لهيدروجين ايه بقى؟ هيدروجين. يتكسر لايه تاني؟ فين يتكسر لايه تاني؟ يتكسر لكلورايد، تمام. يبقى هو اتكسر له ايه؟ لتلات حاجات، امونيا وهيدروجين وكلورايد. بيقول لك ان الامونيا ديت تخش اليوريا سايكل. ايه ده؟ انت جاي تزود اليوريا سايكل؟ ده ايه الهبل ده؟ معرفش هو جاي كده. فالامونيا ديت هتخش اليوريا سايكل في الليفر. طب والهيدروجين؟ الهيدروجين يعمل لك اسيدوزس. ده انت ده وهبل بقى، يعمل لي ايه؟ اسيدوزس. اسيدوزس بس الاسيدوزس ديت يا سيدي ايه اللي بيحصل؟ طبعا الهيدروجين لما يزيد في الدم ينزل ايه؟ ينزل في اليورين. ينزل ايه؟ ينزل في اليورين. ولما يزيد في اليورين يعمل لي حاجه اسمها اسيديفيكيشن اوف اليورين. اسيديفيكيشن اوف اليورين، اسيديفيكيشن او اسيديك يورين. الحته دي مهمه. الكربونيك انهيدريز احنا قلنا بيعمل ايه في اليورين؟ بيعمل الكالينايزيشن اوف اليورين، انما ده بيعمل اسيديفيكيشن اوف اليورين. بيعمل ايه يا شباب؟ اسيديفيكيشن اوف اليورين. عرفنا ازاي؟ اسيدوزس في الدم نزلت تحت، عملت لي اسيديفيكيشن اوف اليورين، تمام. الكلورايد هيزيد في الدم ويعمل لي هايبر كلوريميا. هايبر كلوريميا، هايبر كلوريميا. بص بقى، طب الهيدروجين اللي زاد في الدم دلوقتي، تعال نغير اللون بس. الهيدروجين اللي زاد في الدم ده مش الكليه عاوزه تخلص منه؟ مش الكليه عاوزه تعمل، عاوزه تتخلص منه بافرنج سيستم، تنزل الهيدروجين ده في اليورين في صوره ان اتش 4، صح؟ احنا قلناها برضو في اول الفيديو، تنزل الهيدروجين ده في صوره ان اتش 4 وتطلع مكانه صوديوم. وتطلع مكانه ايه؟ صوديوم، صح؟ وتطلع مكانه صوديوم. ايه ده اللي بيحصل ده؟ معلش بس خليك معايا للاخر. معلش، هيدروجين عمل لي اسيدوزس، الكليه مش هتسكت، هتنزل الهيدروجين الزياده ده في صوره NH4. ال NH4 ده لما ينزل هيدخل مكانه صوديوم. انا حاسس ان بيحصل العكس دلوقتي، احنا عاوزين اصلا ننزل صوديوم. بص يا سيدي افهم بس، الكلورايد الكتير ده اللي حصل منه هايبر كلوريميا برضه هينزل في اليورين، برضه هينزل في اليورين. والكلورايد لما ينزل في اليورين هيدخل مكانه ايه؟ هيدخل مكانه، قصدي هيسحب وراه صوديوم. سوري يا شباب، هيسحب وراه صوديوم. تاني، الكلورايد لما زاد في الدم نزل في اليورين، سحب وراه صوديوم. سحب وراه ايه ده؟ سحب وراه صوديوم. ده كده اشتغل اهو فعلا، لما ينزل صوديوم في اليورين يبقى كده انا بزود بس الصوديوم هيسحب وراه ميه، وبالتالي يبقى انا كده اشتغلت كدايوريتك. ده شوف شوف اللفه ايه، شوف هو اشتغل كدايوريتك ازاي، لفه غبيه، تمام. يبقى الكلورايد لما زاد نزل في اليورين شد وراه صوديوم. وعلى فكرة مش من الطبيعي ان الكلورايد يشد ورا صوديوم، المفروض العكس، تمام. هتقول لي ما انت لسه قايل لي دلوقتي ان الهيدروجين لما زاد في الدم الكلية نزلته في صورة، اتخلصت منه في صورة ان اتش 4، صح؟ ودخلت مكانه صوديوم. يعني انت دخلت صوديوم ونزلت صوديوم، يبقى انت كده لغيت الاكشن بتاع الدواء ده. فهمت انا عاوز اوصل لك لايه؟ ان الدواء ده بيلغي الاكشن بتاعه بنفسه بذات نفسه. تاني نقولها بسرعه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا عندي حاجه اسمها ان اتش 4 سي ال بيتكسر لان اتش سي ال واتش وكلورايد. الان اتش 3 بتخش في اليورا سايكل مش عاوزينها. الكلورايد بيعمل لي هايبر كلوريميا، فلما يحصل هايبر كلوريميا بينزل في اليورين، لما ينزل في اليورين يسحب وراه صوديوم. يبقى كده انا اشتغلت كدايوريتك، وعلى فكره الافكت بتاعها قليل جدا، ويك دايوريتك، تمام.
طب الهيدروجين ده مش لما يزداد في الدم هيعمل لي اسيدوزس، انا عاوز الغي الاسيدوزس دهيت. يبقى انا عشان الغي الاسيدوزس الكليه هتعمل ايه؟ هتنزل الهيدروجين في صوره ان اتش 4، ولما ينزل في صوره ان اتش 4 يدخل مكانه، يدخل مكانه مين؟ يدخل مكانه صوديوم. فالصوديوم ايه ده؟ يعني الصوديوم اللي انا لسه مخرجه من شويه مع الكلورايد هيرجع تاني. هيرجع تاني. يبقى انا كده ايه؟ لغيت الاكشن بتاع الديوريتيك بتاعها. تمام كده يا شباب؟ وبكده الحمد لله السلايد دي ما فيهاش اي حاجه، فهمت الاكشن؟ ما تقراهاش. الاستخدامات انا لسه قايل لك بيعمل ايه في الدم الدواء ده؟ بيعمل الكالوزس، بيعمل الكالوزس صح. طب الكربونيك انهيدريز كان بيعمل ايه؟ الكربونيك انهيدريز كان بيعمل ايه ده اللي بقول لك كوركت الالكالوزس، سوري يا شباب، يعني كان يعني بيعمل لي اسيدوزس. انا اسف. تاني الدواء اللي احنا شغالين فيه دلوقتي اهو الكربونيك الامونيوم كلورايد بيعمل اسيدوزس ولا الكالوزس؟ اسيدوزس. يبقى انا كده بستخدمه في علاج مين؟ الالكالوزس. زي مين؟ زي الكربونيك انهيدريز انهيبيتور برضه كان بيعمل لي اسيدوزس فبستخدمه في علاج الالكالوزس. ركز بقى عشان في حته مختلفه اهوت، الدواء ده بيعمل استيفيكيشن لليورين. قلت لك ازاي؟ الهيدروجين الكتير ده هينزل في اليورين، الهيدروجين الكتير هينزل في اليورين وبالتالي يعمل لي يخلي اليورين ايه؟ اسيد. الهيدروجين الكتير هايبر الاسيدوزس دي هتنزل في اليورين فيعمل لي اسيدفيكيشن اوف اليورين وبالتالي يخلصني من التوكسيستي بتاعت الايه؟ بتاعت الادويه اللي زي الافيدرين والانفيتامين. بص، واحد حاول ينتحر او خد جرعه زياده من الانفيتامين او الافيدرين، دولت عباره عن بيزك دراج، فانا عاوز اتخلص منهم اخلي اليورين ايه؟ اخلي اليورين هما بيزك، يبقى اخلي اليورين اسيدك، عشان كده بنستخدم الامونيوم كلورايد. تاني حاجه بقول لك نيسنت اكسبكتورنت يعني طارد للبلغم، نيسنت اكسبكتورنت طارد للبلغم، ودايوريتك وما عادش بيستخدم يعني اتلغى خلاص، اتلغى من الطب مش من المنهج. ها دايوريتك ويز ميركوري، دايوريتك ويز ميركوري اوبسليت يعني خلاص اتلغى ما عادش لاي لازمه. طبعا ما ينفعش يستخدم في الليفر والكيدني ديزيز، انت لو استخدمهم في الليفر والكيدني ديزيز انت راجل بتهزر، ده الاكشن بتاعه اصلا مستخدم معتمد اعتماد تام على الليفر والكيدني علشان هي اللي بتخلصك من الدواء ده وبتعمل لك يعني بتساعد كمان في الاكشن بتاعه، يعني اسيدفيكيشن اوف اليورين دي اللي عملتها الكيدني، اللي عملت لك ايه تاني؟ البفرنج سيستم ده كله الكيدني هي المسؤوله عنه. تمام، يبقى ما ينفعش يستخدم في الناس اللي عندها ليفر اند كيدني ديزيز. نبص بصه سريعه على الدواء ده، اولا الميكانيزم ما فيهوش اي حاجه، نبص على استخدامه خلاص. اولا حصل لي منه اسيدوزس فعالج لي الكالوزس، ولكن عمل لي كمان اسيدوزس في اليورين ف اتخلصت من التوكسيستي بتاعه الانفيتامين والافيدرين اللي هم بيزك دراج. عمل لي حاجه اسمها نيسنت اكسبكتورنت، نيسنت اكسبكتورنت يعني ايه؟ طارد للبلغم، بيستخدم كطارد للبلغم. وبكده يا شباب الحمد لله نكون خلصنا اللي احنا جايين نتكلم عليه. بص بقى انا عاوز اعمل معاك ديل كده، ايه؟ ان احنا نراجع المحاضره كلها على بعضها دلوقتي، ايه رايك؟ يلا يلا هنبدا من اول هنا يا عم، هنبدا من انتي من اول الانتي ديوريتك وبعد كده نرجع نجيب من الاول تاني، ولا اقول لك لا نرجع من الاول افضل عشان يبقى المحاضره كلها مترتبه باذن الله يعني. عاوز بقى احاول تسرع الفيديو هنا، عاوز اشوف هتعمل ايه. بص دلوقتي وانا هتكلم بسرعه يعني باذن الله. اولا دلوقتي احنا هنتكلم عن الدايوريتك. الدايوريتك قسمناها لناتريوريتك واكوارتكس. ناتريوريتك يعني بتنزل الصوديوم في اليورين او بتشتغل عن طريق ان هي تزود الاكسكريشن اوف الصوديوم وبالتالي تسحب ورا ميه. اما الاكوارتك ده ملهاش علاقه بالصوديوم، بتنزل الميه بس على طول. طب الناتريوريتك زي العائلات اللي احنا اتكلمنا عليها، اربع عائلات، كربونيك لوب وسيازايت وكربونيك انهيدريز انهيبيتور وبوتاسيوم سبيرنج دايوريتك. تمام، اما الاكوارتك دولت اللي مالهمش علاقه بالصوديوم، دولت اللي بيروحوا ينزلوا الميه على طول، زي العيال اللي احنا لسه متكلمين عليها من شويه كانت اسموتيك دايوريتك، ملهاش علاقه بالصوديوم، انت بتسحب لي الميه من الانسجه ولما تسحب لي بتزود لي الاسموتيك بريشر بتاع الدم، فتسحب لي الميه فتزود لي الفلتريشن وكمان بتقلل الري ابزوربشن بتاع الميه تاني في التبيول. تمام، دواء تاني زي الفازوبريسن انتاجونست، ده كان بيعمل انهبيشن للاي دي اتش وبالتالي يسهل نزول الميه، ما يعملش ايه؟ ما يعملش ري ابزوربشن للميه تاني. يبقى تاني اسموتيك دايوريتك فازوبريسن انتاجونست ايثانول الخمره، يبقى تاني دايوريتك وفازوبريسن انتاجونست وايثانول، دولت بيشتغلوا كاكوارتك، مش عاوز منها اكتر من كده. قسمنا الدايوريتك لبري رينال ورينال. بري رينال يعني ملهاش اي علاقه بالنفرون، ملهاش تاثير على النفرون، اما الرينال لا ده بتاثر على النفرون، كل شغلها او الميكانيزم بتاعها على النفرون. طب اللي ملهاش علاقه بالنفرون عن طريق ان هي بتزود ايه؟ بتزود كميه الميه اللي موجوده في الدم او بتزود كميه الميه او الدم اللي داخل الكدني، فكده بزود كميه الايه؟ اليورين. زي اهو
زي مين؟ زي المية. المية عند الكحول دولت بيعملوا ايه؟ بيقللوا لي الاي دي اتش. لو تفتكر كده، طالما انا عندي ميه كتير، واحد عبال يشرب ميه كتير ميه كتير، يبقى اليورين بتاعه كتير. افتكرها بكده. الديجيتاليز، الديجيتاليز بيقلل طبعا، بيزود الكارديك اوت بوت، وبالتالي بيزود الرينال بلاد فلو. كده ملوش اي علاقه بالكدني، او ما بيشتغلش على الكدني، سوري. ده هو بيزود كميه الدم، فبالتالي الدم اللي رايح للكدني زياده، فيزود الايه، الرينال بلاد فلو، ويزود الايه، الفلتريشن، ويزود الايه، اليورين. يبقى اول حاجه اتكلمنا عليها كان الاتش 2 او والكحول. ديجيتاليز، زنسين بيعمل رينال بلاد فلو، رينال فازو دايليتيشن، فيزود الايه، رينال بلاد فلو. يبقى زنسين. البيومين برضو اتكلمنا عليه قبل كده، ان هو بيزود الاسموتيك بريشر. فبرضو على فكره الالبيومين ده اعتقد ان هو بيشتغل زيه زي الاسموتكس برضو، يعني بيزود، بيشتغل نفس الاسموتكس اهو، لان هو بيزود الاسموتيك بريشر بتاع البلد، وبالتالي بيسحب الميه من الانسجه، فلما يسحبها يزودها في الدم، وتنزل ايه، ويزود الدم اللي توصل للكدني، فيزود الايه، اليورين. يبقى البري رينال زي الديجيتاليز والزنسين والالبيومين، دول تركز عليهم، زي الديجيتاليز، زنسين، البيومين. اما الرينال، الحاجات اللي احنا عارفينها، لا مش هنقعد بقى نكرر، ملهاش لازمه. طب اول عيله نتكلم عليها هي عيله السايزايد. السايزايد كان بيشتغل فين؟ السايزايد كان بيشتغل في الفيرست بارت وفي الديستال كونفيليتي تبيول. طب ماله ده ديلي شويه، ديلي بالنسبه لمين؟ بالنسبه لللوب. يعني هو كويس مش وحش على فكره، بس ديلي بالنسبه لمين؟ ديلي بالنسبه لللوب، تمام. ايه تاني؟ طب الافيكاسي بتاعته مودريت برضو بالنسبه لللوب، يعني حلو مش وحش. يبقى ثلاث معلومات قلناهم دلوقتي مهمين جدا، ديلي ومودريت، وبيشتغل على الفيرست بارت وفي الديستال كونفيليتد تبيول. الميكانيزم بتاعه بيعمل انهيبيشن للصوديوم كلوريد كاونتر ترانسبورت، وبالتالي ايه، وبالتالي ان الصوديوم يحصل له ايه، يحصل له اكسي، المفروض الصوديوم كان يحصل له ري ابزوربشن، صح؟ الصوديوم والكلوريد كان بيحصل لهم ايه، ري ابزوربشن. لا ده انا كده لما امنع الري ابزوربشن بتاعهم كده، انا بيحصل لهم اكسكريشن، يحصل لهم ايه، اكسكريشن بس كده. طبعا ايه، طبعا اكسكريشن يحصل وراهم ميه ايه، ميه لوس او ميه اكسكريشن برضو وراه، تمام. بيقول لك ان الصوديوم الكتير اللي نزل دلوقتي في اليورين او اللي موجود في التبيول يعمل ايه، يحفز. طبعا انت دلوقتي بتقول لي الميكانيزم ده حصل في الفيرست بارت او الفيرست بارت اوف الديستال كونفليت تبيول، لسه عندك الديليت بارت اوف الديستال كونفليت تبيول اللي فيها الالدوستيرون، اللي لما بتلاقي اللي وظيفتها بتعمل ري ابزوربشن للصوديوم واكسكريشن للايه، للبوتاسيوم، صح؟ فلما تلاقي ان الصوديوم كتير نازل في اليورين تعمل ايه، تسحب لك شويه منه وتنزل مكانه بوتاسيوم وهيدروجين. تاني، تسحب لك ايه، تسحب لك الصوديوم، شويه من الصوديوم اللي انت عامل له اكسكريشن ده، تعمل له ري ابزوربشن يعني، وتنزل مكانه بوتاسيوم وهيدروجين. فعملت لك حاجتين دلوقتي، هايبوكاليميا وايه، والكالوزس، ما انا نزلت الهيدروجين في اليورين، صح؟ يا رب تكون الدنيا، يعني بقول بسرعه مش هرسم علشان ما نضيعش وقت. تاني، السطور دي كلها انا خرجت اول ثلاث حاجات او اول حاجتين انا خرجت منهم بايه، خرجت منهم بهايبوناتريميا، بهايبوكاليميا، باسيدوزس. طب ثالث حاجه، انهبيت الري ابزوربشن اوف المغنيسيوم، يعني بتزود الاكسكريشن بتاع المغنيسيوم، بتزود الاكسكريشن بتاع المغنيسيوم. على فكره اعتقد ده برضو اللوب برضو بتزود الاكسكريشن بتاع المغنيسيوم، احفظها كده برضو، احفظ ان اللوب والسايزيد بيزودوا الاكسكريشن بتاع المغنيسيوم. رابع حاجه، بتقلل الاكسكريشن بتاع الكالسيوم، بتقلل الاكسكريشن بتاع، يعني بتزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم. كان في حاجه اسمها كالسيوم صوديوم كاونتر ترانسبورت، يعني الصوديوم كان ينزل يحصل له اكسكريشن، والكالسيوم يحصل له ري ابزوربشن. ده طبيعي على فكره، بيحصل، مش حاجه ابنورمال. يعني السايزيد يروح يعمل ايه، يزود الاكشن ده، يعني يزود الكالسيوم ري ابزوربشن، ويقلل ويزود البوتاسيوم ايه، سكريشن. فالمهم بيعمل لي ايه، كالسيوم، بيزود الكالسيوم ري ابزوربشن، فيعمل لي هايبر كالسيميا. انا خرجت باربع حاجات، هايبر كالسيميا، ايه تاني، هايبو مغنيسي اللي هم مغنيسيوم قليل يعني في الدم وخلاص، هايبوناتريميا، هايبو كاليميا، واسيدوزس، والاسيدوس ولا الكالوزس، انا على فكره قلت حاجه غلط، الكالوزس، انا اسف يا شباب، الكالوزس انا قلتها غلط في الاول. يبقى الكالوزس، هايبوناتريميا، وهايبوكاليميا، بيقلل المغنيسيوم اللي موجود في الدم. ايه تاني بيعمل، بيزود الكالسيوم اللي موجود في الدم، هايبر كالسيميا اهو. ايه تاني ده الصيدليه على فكره في اسئله كتير جدا، بيعمل ايه تاني، بيقلل التيبولار سيكريشن في اليوريك اسيد، يعني ايه، بيتنافس مع اليوريك اسيد. المفروض اليوريك اسيد بيحصل له ايه، بيحصل له اكتيف سيكريشن من البروكسيمال بارت اوف البروكسيمال كونفيليتد تبيول، ان شاء الله المعلومه تكون موجوده. يعني يبقى بيعمل ايه، اليوريك اسيد المفروض بيحصل له اكتيف سيكريشن من البروكسيمال كونفيليتد تبيول، تمام. فايه اللي يحصل،
الثيازيد يروح يتنافس مع اليوريك اسيد ويمنع النزول بتاعه وهو اللي يعدي. المهم بيقلل النزول، بيقلل السكريشن بتاعه، فاليوريك اسيد يزيد في الدم فيعمل لي هايبر يوريسيميا وبالتالي يعمل لي جوت. كمان بيقلل الانسولين ريليز، الثيازيد بيقلل الانسولين ريليز وبالتالي يزود لي الجلوكوز في الدم فيعمل لي هايبر جلايسيميا وبالتالي ما يستخدمش في الناس اللي عندها دايابيتس ميليتس. كمان الثيازيد بيعمل هايبر كوليستروليميا اند هايبر بيزود الكوليسترول والترايسلجلسيرول يعني هايبر ليبيديميا، وبالتالي ما ينفعش يستخدم في الناس اللي عندها مشاكل في القلب او عندها هايبر ليبيديميا. كمان ليه دور كانتي هايبر تنسيف، ازاي بيزود السنس عن طريق ان هو بيقلل السنسيتيفيتي بتاعه البلاد فيسل وبالتالي ما تستجيبش بسرعه لاي مثلا لاي مثلا ميديتور سواء نورابينفرين او ليبينفرين او اي حاجه، وبالتالي يحصل لها فازو دايليتيشن. كمان بيزود تصنيع البروستاجلاندين اللي بتعمل لي فازو دايليتيشن. كمان بيشتغل كدايوريتك على طول كده يعني. شباب معلش اقراهم انا يعني بقول بسرعه وبحاول اشرح لو حاجه مثلا برضو في السكه كده، فانت لو مش حاسس ان انت هتستفاد اقفل الفيديو، والله اقفل الفيديو انا بقول لك اهو. نكمل تسع حاجه الانتي دايوريتك اكشن. ايه ده انتي دايوريتك ازاي؟ هو مش السيزايد بيشتغل كدايوريتك؟ هتقول لي انتي دايوريتك ازاي؟ السيزايد الوحيد اللي بيشتغل كانتي دايوريتك عن طريق ان هو بيعمل ايه، وعلى فكره انتي دايوريتك في حاله واحده بس، النفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. النفروجينيك دايابيتس انسيبيدس يعني فيلير اوف الكيدني ريسبونس للاي دي اتش، فيلير اوف الكيدني ريسبونس للاي دي اتش يعني الريسبتور بتاعه الاي دي اتش بايظه مش عارفه تستقبل الاي دي اتش مش شغاله، فهو يروح يزود السنسيتيفيتي بتاعتها وبالتالي يخلي الاي دي اتش يمسك فيها، وبالتالي الاي دي اتش بيعمل ايه؟ الاي دي اتش بيعمل ري ابزوربشن للووتر، بيخلي يورين كونسنتريتد. عشان كده بيقول لك ان هو بيشتغل كانتي دايوريتك، بارادوكسال افكت، بارادوكسال افكت. الاستخدامات على فكره احنا غطيناها كلها، غطيناها كلها. فاديما اديما قلنا الاديما على فكره عن طريق ان هو ايه بينزل لك الميه دي كلها، طبعا هو عشان مودريت مودريت افيكاسي وديليد اونست، عشان كده بيقول لك ان هو بيستخدم في حالات المودريت او المايلد كمان. وتريتمنت في الهايبر تنشن المودريت والمايلد، تريتمنت في رينال ستون، رينال ستون اللي سببها هايبر كالسيوريا الهايبر لان هو بيعمل ايه؟ لان هو بيعمل هايبر كالسيميا، بيزود نسبه الكالسيوم في الدم يعني بيمنع الاكسكريشن بتاعه. كمان بيستخدم في علاج النفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. تمام السايد افكت غطيناها كلها مش هنقولها، لا ممكن ما نقول ما قلناش ايه الهايبو مغنيسيميا قلناها، قلنا ان هو عشان بيزود الاكسكريشن بتاع المغنيسيوم. ايه تاني؟ طب الكونتر اندكيشن ممنوع في الليفر دي، الناس اللي عندها ليفر ديزيز على فكره في الليفر ديزيز اللوب او السايزايد ممنوعين في الليفر ديزيز، ممنوع في الناس اللي بتاخد ديجيتاليز، ممنوع في الناس اللي بتاخد ديجيتاليز لان هو بيعمل هايبوكاليميا، والهايبوكاليميا الديجيتاليز علشان اقلل الاكشن بتاعه لازم ان البوتاسيوم يكون عندي كتير، فطالما بوتاسيوم قليل يبقى الديجيتاليز يتفرعن فيحصل لي توكسيستي منه. ممنوع مع الكورتيكوستيرويدز، على فكره الكورتيكوستيرويدز ما بتستخدمش مع اي دواء بيستخدم لعلاج الكدني يعني، ولا اس ولا اربس ولا حتى لوب دايوريتك ولا سايزايد ولا اي حاجه. تمام يبقى الكورتيكوستيرويد حطها كده، النون ستيرويد انتي انفلاماتوري ممنوع مع اي دواء حطها وخلاص. الناس اللي عندها رينال ديزيز، بريجننسي عشان الفيتوتوكسيستي، دايابيتس ميليتس عشان الهايبر جلايسيميا، الجوت عشان الهايبر يوريسيميا. تمام طب زي ايه؟ زي عند قسمناهم لشورت ولونج وسايزايد انالوج. شورت زي الكلور سايزايد وهيدروكلورو سايزايد، انا قلت زي ما قلت لك صراحه ما حفظتش والله جرعات. لونج اكتنج زي الكلورو سليدون، كلورو سليدون. سايزايد انالوج اللي هو اندامايد، اندامايد اللي هو اسم تاني ناتريلكس، اندامايد او ناتريلكس، اندامايد او ناتريلكس. طالما هو سايزايد انالوج بيشتغل كدايوريتك ولكن ليه استخدام تاني ان هو بيشتغل ككالسيوم تشانل بلوكر وبالتالي بيعمل لي فازو دايليتيشن. ايه تاني كمان برضو بيحصل له اكسكريشن من في البايل وبالتالي هو سيف في الناس اللي عندها رينال فيلير. ده مين ده؟ الاندا بامايد لونج اكتنج لاسم تاني اسمه ناتريلكس. ده عباره عن سايزايد انالوج بيعمل فازو دايليتيشن عن طريق ان هو بيعمل كالسيوم تشانل بلوكر وبينزل في البايل عشان كده سيف في الرينال فيلير. نخش على تاني عيله ودي اقوى عيله اللوب دايوريتك، ده رابيد وهاي افيكاسي بتشتغل في السيك اسندنج لمب اوف لوب اوف هينل، صح ولا ايه؟ ها اول ثلاث معلومات دولت لازم تكون صامم. طب الميكانيزم بتاعها بتعمل بلوك لمين؟ للكو ترانسبورت اوف الصوديوم اند بوتاسيوم اند 2 كلورايد كاونتر ترانسبورت، وبالتالي مين؟ وبالتالي طبعا الصوديوم ينزل في اليورين، البوتاسيوم ينزل، الكلورايد ينزل، يعني بتعمل لي هايبو ناتريميا، هايبو كاليميا،
وكمان ايه بتنزل يعني بت يعني ايه بتزود الاكسكريشن بتاع الكالسيوم بالمره كده جدعانه يلا ها، فبيحصل هاي هايبوكالسيميا، والمغنيسيوم يقل في الدم، يبقى مش عارف اقولها هايبو مغنيسيمي، المهم ايه مغنيسيوم قليل في الدم وخلاص. تمام. عاوز بقى يقول لك كمان ان ايه ان اكسس ان ان اي سي ال والريتش ذا ديست، طبعا ايه طبعا الان اي سي ال او الصوديوم الكليتير اللي نزل ده اول ما يوصل الديستال بارت، انا قلت لك هيحصل ايه شويه شويه منه يحصل له ري ابزوربشن وينزل مكانهم بوتاسيوم تاني وهيدروجين، وبالتالي يحصل لي ايه يحصل لي الكالوزس، يبقى السايزايد واللوب دايريتك عملوا لي الكالوزس الكالوزس الكالوزس. كمان برضو الراجل ده بيزود تصنيع البروستاجلاندين زي مين؟ زي السايزايد برضو بيزود تصنيع البروستاجلاندين، بيزود الاكسكريشن اوت في المغنيسيوم والكالسيوم. لاحظ ان هنا بيزود الاكسكريشن في المغنيسيوم، وهناك كان برضو بيزود الاكسكريشن في المغنيسيوم، ولكن السايزايد كان بيعمل ايه في الكالسيوم؟ بيزود الريابزوربشن بتاعه، اما هنا بيزود الاكسكريشن بتاعه، دي ركز عليها برضو. برضه هناك كان بيقلل الاكسكريشن بتاع اليوريك اسيد فيعمل لي هايبر يوريسيميا، وبالتالي ما يستخدمش في الجوت. برضه كان نفس الاستخدامات نفس الاستخدامات، مش هقولها مش بكرر الاستخدامات نفس الاستخدامات، ولكن هنا ايه استخدام اقوى، هنا كان مودريت او مايلد، لا هنا الاميرجنسي. طب ايه تاني؟ اهم حاجه برضه تبقى عارفها الاكيوت بالمونري ايديما، اكيوت بالمونري ايديما، سيريبرال ايديما، لازم تبقى صاممهم. تريتمنت اوف الهايبر كالسيميا، ليه الهايبر كالسيميا؟ هنا كان الهايبر كالسيوريا، لان هنا بيعمل ايه في الكالسيوم الزياده في الدم بينزله، انما هناك كان بيعمل ايه في الكالسيوم اللي عندي؟ لا ده كان بيحبسه في الدم. تمام. تريتمنت في الاكيوت بويزنينج لانه بيشتغل بسرعه، سايد افكت برضو غطيناها كلها، الكونترا انديكيشن برضو اعتقد انها كلها ما فيش اي مشاكل، بس بيقول لك ما ينفعش يستخدم مع الامينو جليكوزيد لان الاثنين بيعملوا له اوتوتوكسيستي، والباقي كله غطيناه. زي مين؟ زي الفيروزيمايد اللي هو لازكس، بيوتينامايد بيوتينامايد بيوميتينايد بيو بيوميتينايد، يبقى فيروزمايد وبيومي وايسكرينيك اسيد. قلنا الايسكرينيك ده ليست اليرجيك لان ما فيهوش صلفة. الهرموفول كونترا انديكيشن، الدايريتكس ما ينفعش تاخدها مع النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، مش مشكله ليه. برضه ما ينفعش تستخدمها مع الصلفة، ولكن الوحيد اللي ينفع مع الصلفة كان الايسكرينيك اسيد. ايه تاني؟ اللوب دايريتك ما ينفعش تاخدها مع الانتي كواجلانت زي الورفارين، لان بتحل محل الورفارين على البلازما بروتين، وبالتالي لما تحل محل الورفارين على البلازما بروتين او الانتي كواجلانت عامه يعني نسبته هتزيد في الدم. مين اللي نسبته هتزيد في الدم؟ الانتي كواجلانت نسبته تزيد في الدم، فالاكشن بتاعه يزيد فيعمل لي بليدنج. كمان ما ينفعش تستخدم مع الامينو جليكوزايد لان هي بتزود التوكسيستي، سواء اوتوتوكسيستي او حتى نيفروتوكسيستي. تمام. قلنا اربع حاجات، ما ينفعش السايزايد مع النون ستريدل، ما ينفعش السايزايد مع الصلفة، قصدي ما ينفعش الدايريتك عامه مع الصلفة، ما ينفعش مع الامينو جليكوزايد، ما تنفعش مع مين الانتي كواجلانت. نتكلم عن ثالث عيله معانا، البوتاسيوم سبيرنج دايريتك، يعني عيله برضو بتشتغل كدايريتك ولكنها بتحافظ على نسبه البوتاسيوم في الدم. تمام. عن طريق ان هي بتعمل ايه، قسمناها الاول لعيلتين، قسمناها ليه صوديوم بوتاسيوم اسمها ايه الدوستيرون انتاجونست ونون الدوستيرون انتاجونست، يعني بتروح في قسمنا العيلتين زي ما قلنا، واحده بتروح تعمل انهبيشن للالدوستيرون والتانية ايه بتشتغل بعيد عن الالدوستيرون. فالاونست اهوت اولا فيري ديليت فيري فيري ديليت ليت، بتشتغل في الليت بارت وفي الديستال كونفليت تبيول، المكان اللي موجود فيه طبعا الالدوستيرون، الافكت بتاعها لو افكس لو افكاسي، يبقى تاني فيري ليتد فيري ديليت ولو افكاسي. كلاسيفيكيشن قسمناه زي ما قلت الالدوستيرون انتاجونست زي السبيرون الكتون، ونون الدوستيرون زي الترايمترين وامل، اميلورايد وترايمترين، امل وترايمترين. نبدا بعائله السبيرون الكتون. السبيرون الكتون بيعمل انهبيشن للصوديوم بوتاسيوم اكستشينج، ازاي بيعمل بلوك للصوديوم بوتاسيوم اكستشينج الموجود في الليد بارت اوف الديستال كونفليتد تبيول عن طريق ايه؟ اول ما بيروحش دايركت يعمل عليها بلوك، لا ده هو بيروح يعمل يتنافس مع الالدوستيرون، ولما يتنافس مع الالدوستيرون كده عمل له انهبيشن، وبالتالي لما اعمل انهبيشن لحاجه يحصل العكس بتاعها، يعني الصوديوم كان بيحصل له ريابزوربشن لا يحصل له اكسكريشن، البوتاسيوم كان بيحصل له اكسكريشن لا يحصل له ريابزوربشن. تمام. كده الصوديوم هو نازل يسحب وراه ميه، فانا عملت لي عملت دلوقتي حاجه، عملت هايبوناتريميا وعملت هايبركاليميا. تمام. كمان برضو ايه اللي بيحصل؟ انهبيشن اوف الصوديوم هيدروجين اكستشينج، يعني بص ايه اللي بيحصل، مش الصوديوم نزل، مش الصوديوم هو البوتاسيوم هو راجع بياخد وراه الهيدروجين. على فكره كان الاكستشينج كان اسمها او الاكستشينجر كان بيحصل ما بين صوديوم بايكربونيت
وبوتاسيوم والهيدروجين. فانا لما انزل الصوديوم والبايكارب البوتاسيوم والهيدروجين هيرجعوا، فحصل لي دلوقتي ايه؟ اسيدوزس. ركز من اسيدوزس بالله عليك، لان هناك في السايزيد واللوب قلنا الكالوزس، هنا بيحصل اسيدوزس اسيدوزس اسيدوزس، وحصل هايبر كاليميا وهايبوناتريميا. تمام. الاسبرين لاكتون برضو بيعمل مشكله كبيره جدا، ان هو بيعمل انتاجونايز للستيرويد هرمون، ستيرويد هرمون زي الاندروجين في الميل، فيعمل لي جاينيكوماستيا، والاستروجين في الفيميل عشان ما يزعلوش بس من ستيرول ايريجولاريتيز او من ستيرول ديستربنس. يا عم اسهل خلاص، عرفنا اهم حاجه الحته بتاعت، على فكره الستيرويد هرمون دي اهم حاجه، الحته بتاعت اللي هو بيعمل انتاجونايز للستيرويد هرمون، اندروجين واستروجين، جاينيكوماستيا ومن ستيرول ديستربنس. الثيرابيوتيك دوز ويك، اولا هي بتعتبر كويك دايريتك، طبعا ويك دايريتك جدا كمان، الافكت اصلا الافكت بتاعها بيكون ضعيف. بتستخدم ككومبينيشن، اولا ما فيش دكتور بيستخدمها لوحدها الا لما يكون مثلا في مشكله في البوتاسيوم وعاوز يعليه، انما ما ينفعش يستخدمها كدايريتك. ليه؟ هي ضعيفه جدا، وفي حاجات افضل منها، السايزايد او اللوب افضل منها بكتير، فتستخدم كايه؟ ككومبينيشن مع السايزايد. يعني مثلا الدكتور ما ينفعش يكتب السايزايد او اللوب لوحدها، لازم يكتب معاه الاسبرين لوكتون علشان يحافظ على نسبه البوتاسيوم الموجوده في الدم، لان طبعا لو البوتاسيوم قل يعمل لي اريزميا، فانا مش ناقص. تالت حاجه برضو اليرجي، سيبك منها، لو حصل لو حصل اليرجي من السايزات او اللوب برضو بيستخدم، برضو ما لهاش لازمه على فكره. انتي هايبرتنسيف برضو سيبك منها، الاستخدام هنا اهوت تريتمنت اوف الايديما ديو تو هايبر الدوسترونيزم. لو كانت المشكله في الالدوسترون يبقى انت كده ايه؟ جيت في ملعبي، ده انا اصلا اسمي الدوسترون انتاجونست. يبقى لو كانت الايديما الحاصله بسبب الالدوسترون يبقى الدواء ده طبعا الايه؟ طبعا السبيشال سبيسيفيك هنا، صح؟ فالهايبر الدوسترونيزم ممكن تحصل بسبب الليفر سيروزس، الليفر ما الالدوسترون ما بيتكسرش فيزيد فيعمل لي ايديما، نيفروتيك سيندروم، كرونيك هارت فيلير، ريفراكتوري ايديما، تاني ليفر سيروزس، نيفروتيك ايديما، كرونيك هارت فيلير، ريفراكتوري ايديما، اي ايديما سببها مين؟ هايبر الدوسترونيزم. كان في دواء، كان في برضه مرض تاني اسمه كرونز، اسمه كرونز ديسيز، كرونز ديسيز، برضو كرونز ديسيز ده كان برضو بيحصل فيه هايبر الدوسترونيزم. تمام. الاسبرين لاكتون يوزد ان تريتمنت اوف هيرشيتيزم، الاسبرين لاكتون بيستخدم في علاج اللي هو الشعر الموجود عند البنات ده، اسمه هيرشيت، اللي هو الهيرشيتيزم، عن طريق اللي هو انتاجونايز الاندروجين. نخرج من السلايد دي، اهم حاجه الحته بتاعت مين؟ الحته بتاعت اللي هو بيستخدم في علاج الايديما لسبب الهايبر الدوسترونيزم في الليفر سيروزس ونيفريتيك سيندروم وكرونيك هارت فيلير وريفراكتوري ايديما. طب الاسبرين لاكتون، اسبيرين لاكتون برضه بيستخدم في علاج ايه؟ الهيرشيتيزم عند البنات، الهيرشيتيزم لانه بيعمل انتاجونيز للاندروجين. السايد افكت يا سيدي بتاعته ان هو طبعا لسه قايلين ويك اند دي، بيبدا من حوالي من بعدها بيومين لثلاث ايام، يبقى ويك اند دي بتاع من بعد يومين لثلاث ايام، بيعمل اسيدوس ولا الكالوزس؟ لا اسيدوزس اسيدوزس. الاسيدوس طبعا تدخلني في سي ان اس، منتال كونفيوجن ودراوزنس وهيدك والكلام ده كله. هرمونال في الميل قلنا بيعمل جينيكوماستي، وفي الفيميل من ستيرول ديستربنس وجي اي تي ديستربنس. سيبك منها، نخرج من السايد افكت، تبقى عارف اهم حاجه الحته بتاعه الهرمونال جينيكوماستيا ومينستر ديستربنس ديليد من 2 ل 3 ايام، برضو عارفينها الحمد لله. والاسيدوزس والهايبركاليميا قلناها برضو قبل كده، سين اس منتال كونفيوجن ودراوزنس وهيدك، برضو ما فيهاش اي مشاكل. الكوندر انديكيشن ممنوع طبعا في الهايبركاليميا، ممنوع طبعا في الحته بتاعه الكاربينوكسولون، احفظ بقى الحته بتاعه الكاربينوكسولون دي صم، لان اصلا الدواء لو خدت سبايرون لاكتون هيروح يكسر في الكاربينوكسولون وهيسيب مين؟ وهيسيب الالدوستيرون، لان الاثنين شبه بعض. برضو كاربينوكسولون، كاربينوكسولون ما ينفعش تاخده مع الكاربينوكسولون. اما بقى النون الدوسترون انتاجونست امل وترايمترين بيشتغلوا ازاي؟ بيروحوا يشتغلوا دايركت على الديستال، على التشانل، يعني بيعملوا بلوك على طول التشانل. يعني هناك كنا بقول بدل ما بعمل كومبيتيتيف انهيبيشن مع الالدوسترون وبعد كده يحصل لي بلوك للتشانل، لا هنا بروح هنا بعمل بلوك للتشانل على طول. فنفس الكلام اللي هناك هنا. تعالى بقى السلايد اهيت، اخر انزل معايا لاخر سطر تحت. الاميلورايد، الاميلورايد بيستخدم في حالات الليثيوم توكسيستي، الليثيوم توكسيستي، الليثيوم توكسيستي بس، لانه بيمنع الريابزوربشن بتاعه. الاميلورايد بيمنع الايه؟ الكالسيوم، بيقلل من الكالسيوم، الليثيوم توكسيستي. طب السايد افكت بتاعت الاسبرين لاكتون، اولا اكسبت هايبوكالسيميا اند جينيك. هناك كان بيعمل ايه؟ هناك كان بيعمل هايبر كالسيميا ولا هايبوكالسيميا؟ نسيت. هو انا بقول لك ان هناك كان بيعمل هايبوكالسيميا، هناك كان بيعمل هايبوكالسيميا. تاني الالدوستيرون كان بيعمل لي هايبوكالسيميا يا شباب، مش عارف صراحه احنا قلناها فين اصلا او دي جابها منين، بس الاسبيرين لاكتون بيعمل هايبوكالسيميا وكان بيعمل برضو جينيكوماستي، فيحفظ بقى بيعمل هايبوكالسيميا. هايبوكالسيميا زي مين؟
هايبوكالسيميا زي السايزايت، هايبوكالسيميا صح زي السايزايت، يبقى ده عكسه يعني بيعمل هايبر كالسيميا. هايبر كالسيميا زي مين؟ هايبر ايه ده، انا على فكره قلت حاجه غلط. هايبو كالسيميا زي اللوب، سبيرولاكتون زي كده اشتغل زي اللوب، هايبو كالسيميا زي اللوب، ولكن هايبر كالسيميا زي مين؟ زي السايزايت صح. تمام، فايه بقى اللي انا بقوله ده؟ ان السبيرولاكتون كان هناك بيعمل هايبو كالسيميا وجينيكوماستي، اما هنا ده بيعمل هايبر كالسيميا. خلاص، بيعمل ايه؟ هايبر كالسيميا. كمان الترايمترين برضو بي ايه بيعمل لي حصوات، بيعمل لي حصوات. طب ايه الهارمو في الانتر اكشنز؟ ما ينفعش تعمل كومبينيشن ما بين الترايمترين والنون ستيرويد. قلت لك ما ينفعش تعمل كومبينيشن ما بين النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري مع اي دواء بيستخدمه لعلاج في الكدني. تمام، سيفير هايبر كاليميا برضو ما ينفعش تستخدم سبيرين دايريتكس مع مين؟ مع ال مع مين يا ربي؟ في حالات في سيفير هايبر كاليميا، بيقول لك سيفير هايبر كاليميا مي كيور اون كونسمنتن ادمنستريشن اوف البوتاسيوم سبيرنج دراج اند دراج ذات انهب. ما ينفعش تستخدم الادويه اللي بتعمل رينين انهبيشن مع البوتاسيوم سبيرنج دايريتك، لان الادويه اللي بتعمل البوتاسيوم سبيرنج دايريتك اصلا لوحدها بتعمل لي هايبر كاليميا، فما ينفعش تستخدمها. تمام، طب انت انهبيت الرينين، انهبيت الرينين زي مين؟ الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم والبيتا بلوكر خصوصا بيتا 1 والنون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز. تاني، ما ينفعش تعمل كومبينيشن ما بين مين ومين؟ البوتاسيوم سبيرنج دايوريتك والرينين انتاجونست او الادويه اللي بتعمل انهبيشن للرينين زي مين؟ زي الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور، انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور مش انجيوتنسين كونفرتنج انزيم بس، وبيتا بلوكر ونون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج. اخرج من البتاعه دي، اخرج من السايد افكت، ابقى عارف ان السبيرولاكتون كان بيعمل هايبوكالسيميا انما هنا بيحصل هايبر كالسيميا. نبصمجها زي مين؟ هايبر كالسيميا زي السايزايد، يبقى كده النون ستيرويد اللي هي امل وترايمترين زي السايزايد فبيعملوا الهايبر كالسيميا. تمام، ايه تاني؟ هارموفول دراج انتر اكشن، ما ينفعش تعمل ما بين كومبينيشن بين الترايمترين والنون ستيرويدال ولا كومبينيشن بين البوتاسيوم سبيرنج ولا بيتا بلوكر او الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور او النون ستيرويدال. واحنا الحمد لله اتكلمنا في اول الفيديو على الجزء ده، نبقى عارفين ان عندنا كربونيك انهيدريز انهبيتور اسيتازولاميد. اهم حاجه ان هو بيقلل تصنيع السي اس اف وبيستخدم في علاج الهيدروكيفالوس، بيستخدم في العين برضو بنفس الميكانيزم ان هو بيسحب الميه من العين فيقلل بيقلل تكوين الاكواس هيمر في علاج الجلوكوما. الثيرابيوتيك يوز برضو ما فيهاش اي مشكله، بس تبقى عارف برضو حته زياده هنا الانتي بيستخدم في علاج الانتي كانتي ايبيليبتيك. كان بيعمل لي ايه صحيح في البلازما الكربونيك انهيدريز؟ طبعا كان بيعمل لي اسيدوزس. كان بيعمل لي ايه؟ اسيدوزس. كان بيعمل لي حاجه اسمها هايبر كولوريميك اسيدوزس، هايبر كولوريميك اسيدوزس. الاوزموتيك دايريتك قلناها زي مين؟ مانيتول ويوريا وجلوكوز. بتستخدم ازاي؟ عن طريق انها بتزود نسبه البلازما اللي موجوده، نسبه الميه اللي موجوده في الدم، عن طريق انها بتسحب الميه من الخلايا زي مثلا الاكواس اللي موجود في العين فتستخدم في علاج الجلوكوما، او اللي موجود في السي اس اف فتستخدم في علاج الهيدروكيفالوس. ايه تاني اهو؟ عشان كده بتستخدم في علاج السيريبرال اديما، اكيوت جلوكوما، الاكيوت رينال فيلير، ولكن بتعمل لي ديهايدريشن وهايبر ناتريميا. الامونيوم كلورايد برضو سيبك منها. الثيرابيوتيك يوز اهم حاجه تبقى عارف ان هي بتعمل لي ايه في اليورين، بتعمل لي اسيديفيكيشن اوف اليورين، اسيديفيكيشن اوف اليورين. تمام، الانتي دايوريتيك هرمون اللي هو الاي دي اتش، يعني ده كان بيعمل ايه؟ يعني بيقلل لي نسبه الايه؟ نسبه اليورين، يعني بيخلي لي بيعمل لي كونسنتريتد يورين، يعني بيزود لي البيرميابيليتي بتاعه الووتر ويحصل لها ريابزوربشن يعني. تمام، يا اما استخدم الانتي دايوريتيك هرمون بذات نفسه يا اما استخدم حاجه بتزود افرازه، يعني استخدم حاجه بتزود افرازه زي النيكوتين يوهامبين باربيتيوريتس مورفين. نيكوتين يوهامبين باربيتيوريتس مورفين. ايه تاني؟ السايزايد، احنا على فكره قلنا السايزايد ان هو بيستخدم كانتي دايوريتك في مين؟ في النيفروجينيك دايبيتيك انسيبيدس، حتى كان اسمها ايه؟ بارادوكسيكال افكت. بارادوكسيكال افكت، يجي في الامتحان يقول لك مين اللي ليه بارادوكسيكال افكت، تقول له السايزايد. رابع حاجه الكلوربراميد اللي بيستخدم كهايبوجلايسيميك. احنا قلنا الجلوكوز كان بيعمل ايه؟ الجلوكوز كان بيستخدم كدايوريتك، فانا لما اقلل الجلوكوز بكلوروبراميد يبقى انا كده اشتغلت كانتي دايوريتك، يبقى كلوروبراميد بيشتغل كانتي دايوريتك. بتاع الستات اهوت اللي هو بتاع المجانين كاربامازابين بيشتغل كانتي ابيليبتيك، برضه بيقلل تصنيع الايه؟ بيزود تصنيع الاي دي اتش. تمام، يبقى كلوروبراميد اورال هايبوجلايسيميا.
الكاربامازين هو قلنا بيزود تصنيع الاتش سنترال من البيتيوتري، عشان كده بيستخدم في حالة السنترال دايابيتس انسيبيدس. اما السيازايد بيزود السنسيتيفيتي ما بين الريسبتور والاي دي اتش عند الكيدني تحت، فعشان كده سميناه نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. خامس حاجه الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين، الحاجات دي كلها بتعمل لي فازو كونستريكشن، فتقلل لي كميه الدم اللي رايح للكيدني، فانا كده بقلل الايه اليورين اللي نازل. السيروتونين برضو اهم حاجه، الحته بتاعه الكلوروبراميد دهيت عشان احنا هننساها طبعا. الكاربامازابين برضو، ايه تاني، السيازايد مهمه جدا 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 وبس كده. طب الاي دي اتش انتاجونست، الحاجات بقى اللي ايه بتعمل انهيبيشن للايه للاي دي اتش، يعني بتشتغل برضو كدايوريتك او اكوارتكس، اللي بتشتغل كاكوارتك. الاي دي اتش انتاجونست او فازوبريسن انتاجونست، اي دي اتش يعني فازوبريسن 2 1 طبعا، يعني زي مين طبعا بتستخدم بستخدم الاي دي اتش انتاجونست في حالات ايه، في حالات لما يكون الاي دي اتش عندي زياده كتير جدا، زي في حاجه اسمها سندروم اسمها سيده، سندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش سيكريشن كرونيك، فبالتالي بيحصل لي هايبوناتريميا طبعا. يعني زي مين، تعال بقى نبصمك، ليثيوم كربونيت، ديميجلوسين، ميزوكسي فلورين. تاني ليثيوم كربونيت، ديميجلوسايكلين، ميزوكسي فلورين. انت بقى وتكرر، ولان هم رخمين صراحه يعني. وايه خلصنا؟ طب والله الحمد لله يا شباب، الحمد لله الحمد لله، يعني ربنا يوفقكم. وان شاء الله هنزل اللي وصل يعني لنهايه الفيديو، فانا بقول له باذن الله هنزل التوتوريال النهارده باذن الله يعني. واي حاجه نتواصل مع بعض في اي حته انا قلتها غلط، قلتها بسرعه كده مش مفهومه، في اي مشكله يعني يا ريت نتواصل مع بعض يعني. والله بفرح لما نتواصل مع بعض ونتناقش، وحد يقول لي انت قلت الحته دي غلط، طب لا صححها. وبالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله نخرج مبسوطين يعني.